ما نقدرش ننكر ان في نهضه رياضيه بتشهدها مصر، والنهضه الرياضيه دي هي جزء من النهضه الشامله اللي بتشهدها البلاد في كافه المجالات. طبعا فكره ان مصر بتستضيف البطولات الرياضيه والنجاح المبهر اللي بيتحقق دايما، كل ده ما جاش من فراغ، جه من البدايه بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه ودعمه ومتابعته المتواصله لملف العمل بمنظومه الشباب والرياضه اللي جعل من الدوله المصريه قبلة لجميع دول العالم لاستضافة مختلف البطولات والأحداث والمنافسات العالمية، وده من خلال توافر طبعا البنية الإنشائية الرياضية العالمية اللي أصبحت بتتمتع بها مصر حاليا، وده خلانا بالمعنى الحرفي جاهزين دايما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية وحتى البطولات القارية. يمكن السيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي كان ليه تصريح مهم جدا في هذا الإطار، قال فيه إننا أصبحنا بالفعل في مصاف الدول القادرة على استضافة أي حدث رياضي عالمي دون الحاجة إلى توقيتات زمنية لإنجاز متطلبات الاتحادات الدولية. ليه؟ لأن ببساطة شديدة جدا مصر أصبحت بتمتلك عدد من الاستادات الرياضية العالمية، وكذلك الصالات المغطاة اللي تم إنشائها وفقا لأعلى المواصفات العالمية، ودي بالفعل منتشرة ومتوزعة على مختلف يعني المحافظات مصر. خلينا نقول كمان ان الاجراءات الاحترازيه اللي بتطبقها مصر في استضافتها لبطولات العالم الرياضيه خلال الفتره الحاليه جعلت من مصر مكان فريد لاستضافه البطولات الرياضيه العالميه في مختلف الالعاب الرياضيه في ظل الظروف الاستثنائيه الخاصه بجائحه كورونا، واللي طبعا زي ما حضراتكم عارفين العالم كله بيمر بيها. كمان والنقطه دي في منتهى الاهميه، فكره ان نهج الدوله المصريه من خلال دمج السياحه بالرياضه فكره في منتهى الاهميه، يعني ووجود كمان برامج سياحيه لكل الوفود المختلفه اثناء بقى زيارتهم لابرز المعالم الاثريه والسياحيه، ده في حد ذاته بيخلي اللي يجي مره يبقى عايز يكرر الزياره مرات ومرات، ولما بيرجع على بلده بيحكي لكل الناس عن مصر وعن جمال مصر، وده بطبيعه الحال بيبقى له انعكاسات ايجابيه جدا على السياحه المصريه وبيروج للسياحه في نفس الوقت. وطبعا ده اسلوب ترويجي متميز بالفعل لكل مقاصدنا السياحيه في مصر، وطبعا خروج اي بطوله عالميه بالشكل المشرف هو اكيد هدف للدوله المصريه، يعني الكل بيشتغل على فكره خروج أي بطولة بالشكل اللي يليق بمصر وبسمعة مصر أمام العالم أجمع.